اقتراح ديال عجين ديال البيتزا اللي هو خفيف غادي تعجن غير باللبن وبالدقيق ديال الذره غادي نحتاجو في المقادير. رابعه ديال الفورص هذه بالنسبه لعجين البيتزا غادي نحتاجو رابعه ديال دقيق الفورص من النوع الجيد مغربي مزيان، جوج المعالق كبار ديال الدقيق ديال الذره، جوج المعالق كبار ديال سنيده، قبيصه ديال الملح، 15 غرام ديال الخميره المعجونه ديال الخبز مذوبه في شويه ديال اللبن العادي ولا اللبن ديال الكرتونه. بالنسبه للاقتراح ديال نعيمه ام نهى استعملت اللبن ديال الكرتونه ديال الباكيه، 4 المعالق كبار ديال زيت العود، شويه من الثومه غبره والبصله غبره، واللبن باش نجمعوا العجين. غادي نعاود بالنسبه للعجين ديال البيتزا ونتمنى انكم تجربوها. كاين عجائن كثيره ديال البيتزا، كل سيده فاش كترتاح، وخاصه انه كاين بعض السيدات اللي مثلا اختاروا بعض العجين بيتزا اللي يعني قدمناه في البرنامج وصافي بقاو مداومين عليه، فحاولوا انكم تجربوا اقتراحات اخرين. صراحه كاين بعض الانواع ديال العجائن اللي كرتاحوا فيها صافي كنولفوها، فمره مره نغيروا شويه. قلنا في العجين ديال بيتزا ربع ديال الطحين فورس من نوع الجيد مغربي مزيان، جوج المعالق كبار ديال الدقيق ديال الذره، جوج المعالق كبار ديال السنيده، قبيصه ديال الملح، 15 غرام ديال الخميره المعجونه ديال الخبز مذوبه في شويه ديال اللبن العادي كيف ما قلنا اولا اللبن ديال الباكيه ديال الكرتونه، 4 المعالق كبار ديال زيت العود، شويه من الثومه غبره والبصله غبره، بودره واللبن باش نجمعوا العجين. كاين اللبن العادي غادي نجمعوا به، كاين اللبن ديال الكرتونه غادي نعجنوا به ونجمعوا به العجين. نعيمه ام نهى استعملت كيف ما قلت اللبن ديال الكرتونه. بالنسبه للطريقه هو انه في قصريه صغيره ولا اناء غارق شويه غادي نجمعوا ربع ديال الطحين فورس مع جوج معالق كبار ديال الدقيق الذره مع جوج معالق كبار ديال السنيده مع قبيصه ديال الملح مع داك 15 غرام ديال الخميره المعجونه ديال الخبز مذوبه في شويه ديال اللبن العادي كيف ما قلنا اولا اللبن ديال الباكيه ديال الكرتونه، نضيفوا 4 المعالق كبار ديال زيت العود زيت البلديه، معلقه صغيره ديال الثومه غبره ومعلقه صغيره ديال البصله غبره بودره، وغادي نخلطوا المقادير ونجمعوا باللبن. هما باش غادي نجمعوا ماشي بالماء، غادي نجمعوا باللبن ديال الكرتونه ولا اللبن العادي. اللبن غادي نبداو نخلطوا ونجمعوا عندنا ميزاننا، نبداو ندخلوا داك اللبن شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. العجينه راه كتكون رطبه، غادي نغطيوها ندلكوها شويه، نغطيوها بلاستيك الغذائي ونخليوها 20 دقيقه ثلث ساعه كتخمر يعني كترتاح. ملي كترتاح لينا ديك الساعه كنقرصوها بالدقيق ديال الذره، نحاولوا اننا ندخلوا دقيق ديال الذره لانه فيه فوائد كثيره وقليل فاش كنستعملوه، فغادي نخليو العجينه كترتاح بالبلاستيك الغذائي، نخليوها كتخمر تقريبا واحد 20 دقيقه ثلث ساعه، ومن بعد نرجعوا ليها نحطوا قدامنا الدقيق ديال الذره ونقرصوها مزيان بالدقيق ديال الذره، وديك الساعه كنورقوها بالمدلك كنتكوها بطريقه العاديه، نلبسوها للمول اللي بغينا اولا ندهنوها ونورقوها يعني في اللاطه ديال الفران على حسب، اولا نديروهم فرديين وديك الساعه لكم الاختيار. ممكن انكم طيبوها نصطيبه، ممكن انكم تدخلوها مباشره مع الحشوه الحشوات اللي بغيتوا، ممكن انكم ديروا مثلا يعني القشده الطريه لا كريم فريش الخاصه بالطبخ، خلطوها مع الجبن الكريمي اللي تيكون في العلبه، خلطوا واحد الكميه ودهنوا بها العجين ديال البيتزا، ممكن ديروا فوق منها كذلك الفرماج، نديروا البصله مشحره، نديروا مثلا شويه ديال الكروفيت مع شويه ديال الكالامار، شويه ديال السيروميم ولا الطون مخلطين مع بعضياتهم مع شويه ديال الشبت، خلطوا مزيان، ممكن نديروا حتى العطريه ديال الحوت واحد شويه مع الملح والابزار، وكنديروهم كطبقه من الفوق، نديروا لي طوماط سوغيز هكا مقطعين على النص، وكنديروا من الفوق خيط من زيت العود، ونديروا القرقع مهرمش، كتجي صراحه لذيذه بزاف. ولا ممكن نديروا هذا العجين ونديروا يعني الطريقه العاديه، الصلصه ديال المطيشه العاديه مع الفلافل مع الزيتون كحل والفرماج اكيد، لانه هو اللي كيبن البيتزا واللي كيقبلوها الوليدات بالفرماج. نتمنى تكون وصلتكم الفكره، وتحياتنا نعيمه ام نهى على هذا اقتراح ديال عجين ديال البيتزا اللي كنجمعوه فقط غير باللبن وبالدقيق ديال الذره. دابا غادي نتوقفوا.